الاحتلال الإسرائيلي يستغل ما يحدث الآن في غزة يعني الوصول لمزيد من المكتسبات على الأراضي في الضفة الغربية وغيره. مستمرين مع حضرتك يا دكتور، لكن خليني أخد هذا التليفون مع الكاتب الصحفي جمال الكشكي. مساء الخير على حضرتك يا فندم. طبعا الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، كيف تقرأ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وكيف يمكن ترجمة هذا القرار والضغط الدبلوماسي على إسرائيل لتنفيذ هذا القرار؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل ضيوفك. يعني خلينا نقول هذا القرار يعني قرار يعني من الناحية حتى المعنوية والإنسانية هو قرار مهم جدا، يعكس الوحدة والتماسك العربي، ويمكن ولابد أن يتم البناء عليه، لأنه يعني هذا التحرك يعني جاء في توقيت مناسب، على الرغم يعني أنه قرارات من المعروف ان هذه قرارات الجمعيه العامه غير ملزمه، الى انه هذه فرصه كبيره جدا للتحرك الى الامام، وزي ما قلت لحضرتك البناء عليها واتخاذ طيب نعود لدكتور احمد سيد احمد الى ان نعاود الاتصال بالكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الاهرام العربي.